معاضدة لجهود الدولة في الحرب على فيروس كورونا، بلغ حجم التبرعات لفائدة وزارة الصحة أكثر من 2,217,000 دينار في الفترة الممتدة بين 19 من مارس والثامن والعشرين منه. وبينت لجنة قبول وإدارة الهبة والتبرعات لفائدة وزارة الصحة والهياكل التابعة لها أن هذه التبرعات هي تبرعات فعلية ولا تتضمن نوايا التبرع. الرقم بتاع جمع التبرعات اللي كان من خلال هذا الاسبوع وصلنا نبداو 1.3 نعم 2,217,503 دينار. ووفق وزارة المالية، فإن المبالغ المتبرع بها سيقع إيداعها صندوقا دون اقتطاع الضريبة والمصاريف المحمولة على الإرساليات. وتتنزل هذه التبرعات الوطنية في سياق مد تضامني دولي مع تونس، حيث وصلت أمس شحنة معدات طبية من جمهورية الصين الشعبية أمنت وصولها الخطوط الأثيوبية. كما قرر الاتحاد الأوروبي صرف مبلغ 250 مليون يورو وبشكل سريع لفائدة تونس في شكل هبات لدعم ميزانية الدولة. وكان صندوق النقد الدولي قد مكن تونس من مبلغ 400 مليون دولار لمعاضدة تونس في مقاومة تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية، سيصرف في الأسابيع القادمة وفق محافظ البنك المركزي التونسي. الافاميه وفي هو سميه معناها هو قرض، ما يسمى قرض سريع، معناها هذا فاند فاسيليتي، معناها يكون سريع ان شاء الله بقدره الله، معناها يدخل في معناها الاسابيع القادمه. احنا طلبنا، معناها صار معناها طلب رسمي، معناها من رئاسه الحكومه، وبقدره الله في الاسابيع القادمه باش يكون موجود في تونس. كما تمكن البنك الإفريقي للتنمية من رفع تمويلات بقيمة 3 مليار دولار على الأسواق المالية الدولية من خلال قرض رقعي اجتماعي للتخفيف من تأثيرات تفشي فيروس كورونا على حياة السكان واقتصاديات القارة الإفريقية.